المباني اللي ورا المركز ده ما صابهاش هوا فريش، هتلاقي الهوا بقى ايه، زي ما الواحد مثلا بيفتح أوضة تلاقي الهوا اللي فيه زي ما بنقول بالبلدي كده هوا مكمكم، مفيش هوا متجدد. تمام، تيجي مثلا المنطقة بتاعت الشارع، زي ما هنا ده شارع بدران، زي ما قلت لكم الشوارع مناطق مفتوحة، فهتلاقي الهوا هو ماشي راح جاي داخل في الشارع ده، والهوا هو ماشي فيه فضاء مصور، هو فضاء مصور يعني حتة أرض عليها سور أو فضاء فاضي الهوا دخل فيها فغذى المنطقة اللي ورا دي. تيجي عند المدرسة، الهوا خبط في جسم المدرسة ما غذاش اللي وراها بس غذى المنطقة اللي فوق، هتلاقي المباني اللي وراها ما اتغذتش. يجي بقى المشكلة الكبيرة اللي بتبقى موجودة عندنا، الأبراج السكنية بقى، يعني في المنطقة ده الشكل اللي قدامنا دوت ده شكل حقيقي، بس هو طبعا معمول جراف، يعني لما نزلنا عملنا دراسة ميدانية الحاجات دي موجودة بالفعل. تخيل على كورنيش النيل في أبراج بالارتفاع دوت، الارتفاع دوت 16 دور، تخيل بقى المنطقة اللي ورا الأبراج دي لا هوا كورنيش نافع ولا هوا مش عارف ايه نافع ولا أشعة الشمس واصلة ولا زي ما انت نقعد نولول الصبح للمنطقة اللي ورا الأبراج دي. وللأسف المنطقة اللي ورا الأبراج دي أصلا منطقة عشوائية جدا، هي أساسا حكر، الحكر دوت اللي هو يعني يوم ما يبقى الدنيا كويسة المبنى هتلاقيه دورين، المبنى هتلاقيه دورين. نيجي بقى المنطقة اللي بعد كده، الجزء التاني اللي هي الشركة القابضة للمياه والشرب والصرف الصحي، المباني بتاعتها يعني مش مرتفع عالي، أعلى مبنى هناك هتلاقيه مثلا دورين أو ثلاثة بالكتير، فهتلاقي المباني اللي وراها واخدة من هوا الكورنيش. بس طلع بقى صبح كابر ببرج ورا قفل، يعني صبح كابر قفل المنطقة اللي وراه، هي منطقة كورنيش برضو، فهوا الكورنيش مش هيوصل للمنطقة اللي وراه. فده نموذج لدورة التهوية الطبيعية وأثر خط السماء أو أفق السماء للمنطقة اللي بعده. فوق خط السماء شارع جسر البحر، ده كنا برضو بنتكلم على أشعة الشمس والهواء، برضو هتلاقي برضو أشعة الشمس هتخترق حتة مثلا زي الحديقة دي، زي الميدان فاضي، الشوارع الشمس هتخترقها، أما المباني العالية دي كلها الشمس مش هينفع تخترقها. ودي برضو بتفرق معانا، هل خط السماء دوت ما متوافق مع أشعة الشمس، يعني متوافق مع أشعة الشمس، يعني إحنا عندنا الشمس في الدراسة بعد كده إن شاء الله لما نعمل الورشة القادمة اللي هي بقى أثر دورة التهوية الطبيعية والإضاءة الطبيعية على البيئة السكنية، هنعرف إن الشمس طبعا عارفين بتطلع من الشرق للغرب، يعني هي بتطلع من الشرق، فالشوارع الشمالية الشرقية ما بتستفدش من الشمس بدرجة كبيرة، يعني الشارع لو جاي طولي شمالي جنوبي البيوت اللي عليه كلها شمالية جنوبية هتلاقي الفتحات بتاعتها ما تطلع بقى الشمس تطلع شرق غرب، هتلاقي كلها خابطة في ظهر البيوت، وهنا يبقى صاحب البيت بقى اللي فاتح شباك ومع ارتفاعات المباني الشمس بتدخله، اما المباني بقى اللي هي تبقى قليله في الارتفاع ما بيشوفش الشمس اصلا، ودي بتبقى بيها خصبه بقى للميكروبات والكلام ده. وشكرا لحضراتكم يعني لحسن الاستماع، وارجو ان ما اكونش طولت على حضراتكم، ودي بدايه ورشه عمل في التخطيط العمراني او النسيج العمراني، وان شاء الله تبقى حاجه جيده، ومنتظر تعليقات حضراتكم للرد عليها. إن شاء الله ورش العمل اللي هتبقى بعد كده هنتكلم عن أثر دورة التهوية الطبيعية في النسيج العمراني والبيئة السكنية، وأثر أشعة الشمس ودورة الإضاءة الطبيعية.